الله
ما مر مسلم على باب مدرسة إلا خفض الله عنه ذاب يوم القيامة واخبر أن شخصا يصبح في قبره فمضى إليه وقل إن هذا زار المرض ولم يدع يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ وقال رضي الله عنه اثر حسن الحلاج اثرت فلم يكن في زمنه من يخوض بيدي ولو كنت في زمنه لاخوض بيدي ولكل من اثر مرغوبه من جميع اصحابي والمريد والمحب الى يوم القيامه أخذ بيده كل ما أثر حيا وميتا فإن فرس مسرج ورمح مشوب والسيف مشهور وقوس موتون لحفظ المريد وهو غافل وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا السلام الأحوال أنا البحر بلا ساحل أنا المحفوظ أنا المنحور يا سواه يا قوان يا أهل جداد كتبانكم يا أهل الشوام هتمت سوامعكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا أبطال يا أطفال هلموا إلي وخذوا للبحر الذي لا ساحل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار سبعين مرة وأنا خدرتك بنفسي ويقال لي أبا سبعين مرة ولتسمع لعيني وعزة ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي والكفر الذي بين نوعين في اللوح المحفوظ مقيم أنا هو يوسف البحر المنقدين أنا حجة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه يقال لي عبد القادر رضي الله عنه أنا فاتحا قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه تكلم اسلامي قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة والله ما شرد حدك يا عبد القادر رضي أكد الشهر وكد الأسبوع وكد اليوم وقل مرت على الكرسي إذا سمعتم الله تعالى فاسألوه بي وقال رضي الله عنه أسمى بين مقر الحاج بيت أرد اللحاد طويلها أرد الشكر نحيفا بدا ربع وقومه
دعوا يسوع به يسوع سريع الدعاء شديد الخشية كثير الهيبة مجابا دعوة كريم الأخلاق طيب العراق عبد الناس الفحش وأقربه من الحق شديد الباس إذا انتهك المحال وعز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربي ولا يرد سائلا ولا واحد ثوبين فكان التوفيق رائدا وتأييد معارضا والعلم مهذبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كنزا والمعرفة الخرزة والخطاب المسيرة واللحظ سفيرة والنس نديمة والبست نسيمة والشك راية والفتح بدعة والعلم ذيئة والذكر سميرة والمكاشفة بداية المشاهدة الشفاء وآدم شريعة ظاهرة ويوسف الحقيقة سرائرة قد المتفيد والوفقة مع الدبر من الحول والقوة وطرقه دجل بالتوحيد والتوحيد التفريد مع الخضور في مكي في العبودية بشر طائم في مكي في العبودية لا بشيء ولا لشيء وكانت سبتيته المستتمة من مهد كمال ربوبية فهو أبة سماء صاحب التفرقة والأمر فقطي الجمع مع سمعك بالشريعة وفضائل رضي الله كثيرة وأحلامه أظهر من شمش الظهيرة وكلفته تمت علينا بركته في يوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 51 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره بغير يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه أهل الدنيا بالأسرار التي يعود عندها لديه أخي سندس أما أردنا وإنما ما اهتممنا به وبسطناه فلنرفع إلى الله تعالى بفضل ابتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأبواب والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العرف الأكبر وزير الأدهار الوارث المحمد صاحب الإدلال على بساط هندي وبسالكين على منهاج الأنوار والمقترفين من مظهر معارف العذاب الأصغر أنتم التنابذ بأنفاسهم ودني لنا من ثمار غراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا خدم يا قدم يا إماما يا عداد يا عبدال يا نقبة يا نجبة يا نقبة يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والأدب يا أهل الطيفة يا يوسف الجامع يا أهل الأنفس يا أهل الغيب من نور الشهادة يا أهل الرب والعلم يا أهل الغيب والجنة يا أهل الأذكياء يا قدر رضائك يا قدر سكيد الرافق لساكت العرش يا أهل بناء بالله يا قدر غشية يا أهل عن تقيم والزبائد يا أهل البدلاء يا أهل جادس يا غلامتي يا فقراء يا
يا صوفية يا عباد يا زهد يا رجال ما يا أغراب يا أمنا يا قرى يا أحباب يا جلال يا مهندس يا زمراء يا ورشد الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بلا خيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاة الطلبات وتيسير المرادات وإنهاء العزامة وتعميم الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الهجوم بالخيانات وغسل الخاتم والعواقب وكسف القلوب وغفران الذنوب.
وهي التي أوزعته مفرقا بين حلالك وحرامك وندمت لتعامة لثوابه الجسيم وحذرت على لسان وعيده شديد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماء آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته واجعله نورا نسعى به على حراسات القيامة إسلاما نعرج به إلى كار المقامة اللهم وسهل به علينا قلب الصيام إذا تلى من مراحل وبلغ ضره من التراضي وتجلى ملك الموت لقبضها من هجوم الغيوب وقيل الرب والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد في العناق اللهم لا تهوي اللهم لا تهوي إلى العناق كفا تدرع سليك وتوقعت وتدفي صلاتي عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيم بأنداد الجحيم أقدام سعاد إليك وبرز في منازل أين المساجد طامية فيما لديك ولا تسم أسماع بل تتبي حلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تتقس بالعمى ينبك في ذنب ليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سبيع أرباب الذنوب وعلى آله وصحابه أتباعي القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنتهم كل محبوب ما هبت النفحات السهرية وتعطرت المجالس برفيع بأرض أكبر الأحيان الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah.
Thank you.
اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، وأصولهم وأبوهم ثم الباقي شهادات وحبابنا حسن وزمهم
وأنصورهم وفنهم ولأرحم سائر الأولياء إشاء ومن طلب عن حبيهم ومثل اللهم وأنصورهم وفنهم ولا رب شيء إشاء جاهد بعزم بالكرم الزنجي ولا شيء من شيخ ابراهيم خليل وكيل ولا رحم فان شيخ الشيخ محمد مسلم شيخي وشيخ الشيخ محمد حسن شيخي ولا شيء من شيخ ومنصور وكيل ولا خالد اجمعين معهم اجمعين نراقي ابائنا وامهاتنا ومشايخنا واهلنا واخواننا وشيوخنا وكلب وجماعتنا وجميع اوسنا الى ان وسع علينا والمغنى علينا واوسنا استوصانا وعندك بالدار خير نراقي ولنجمع المسلمين المسلمين والمؤمنين من الاقياء والمؤمنين جميعا بجمع اللهم صلينا لله من اهل جنتنا ومن بناتهم اللهم اغفر لنا ومن النار اللهم اجعلنا من النار وكلنا من النار وكفنا من النار وكلنا من النار وجعلنا من النار وانجنا من النار واجعلنا من النار وجعلنا من النار واجعلنا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفو عنهم وعفو عنهم وعفو وكما شفاك ربي وكما ابن ربي ربنا حتى تفاتك على الجنات وعرفنا ان انت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولكل من شرك الايمان والتوفيق لنا بالذين يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رب يا عليم يا الله يا عظيم الذي يغفر يا ارحم ويغفر من ذنب يا حميد يا رب العالمين يا من يا رسول الحمد لله يا رسول الله بك عرضك وبركنا جميعا على سبيل اللهم اوصاك حبيبا بجاه سيدنا رحمنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركات سلطان الاولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشكور سيد الشيخ جابر بن احسن بن كرب الجنجي وسيد الشيخ محمد بن سلم سيد الشيخ محمد بن الفادي رضي الله عنهم اجعل اللهم ايماننا وايمان اهلنا وقلتنا وجمعنا وجمعنا حولنا من سلطه وعلى تجعل لنا وعلى من اسوجا وانا حق حق وجهك تعالى لقوات لقائك ولقائك وجلنا واجعله مشتبها علينا وتقديرا لنا وجلنا جمعنا هذا جمع مربوطا مرغوما ولا تطلق نار من ذنبي تطلقا مهديا مهتوما اللهم رجال الكامل حرام وارفع عنك اللهم اغفر مجدك ولربنا بفضلك وغيرك وكرمك وجودك عما انشرك اللهم اجرنا من غفلك من غفلتنا بالكتابة وإحساننا وإحسانك وجهك وحميك وعن ذريتك بجميع ذاتك وجهك بحمايتك وخلصنا عن ذنوبنا بعفوك وغفرك ونجنا من الشر والبوس والذير والظلم والنظام والمحال والقران والمختار ما ظهر من الله وما بطن ذلك وحفظنا به اللهم اجمع شهاداتنا قلوبنا بحسن رعايتك وعنا يدك وعنا بغيظ رحمتك وولايتك وامرها بحمدك وشكرك وفتنا للقيام بذكرك وحسن ولحمك ولخدمتك اللهم اهدنا حلاوتنا وتطعنا ومعانك واسلك بنا طريق محبتك ومعرفتك وافتح لنا كل ما يعيننا الى كلك ووصلك واغلق عنا كل ما يشغلنا عن حجتك ومعرفتك واغفر لنا بقريب من عندك وعن عيادك وذلنا وما ذل الا ذلك في ضحكك وحقي وحقي ربك وأنعمنا بالذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ودار النعيم ودار البعير اللهم اغفر الرحمة دار المحبة ودار الرفة والشقاء بين يدي وبين قرانه كل اجمعين بعبد شهد الله وقل الله وحج الله الا ان حزب الله غالب يا الله يا الله يا الله
من علينا بالخير والوفاء والصفاء والعافية بالأرحام والأرحام والأحوال واجعلنا من الصديق والمصطفين الأحياء في الحال والمحال وثبتنا عند جبارك صراطك المستقيم وكلمنا إلى أشهر من جبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم من دار النعيم ومن دار الجلالة يا أيها الكريم هذا بشرف شيخ حبيبنا الكريم وعرب الرحيم يا سيد محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا أدخلني مسلما وأدخل شركي وأعصمني على شركي وأجعلني من لكم قاسطا نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا لتقينا إماما ربنا ذكرنا باقيا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر لنا صبرا وارحمنا المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا تلنا المغفرة ومتنا الناظرية الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بحق بشير ونبي سورة الفاتحة صل على النبي محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بدأنا نبدأ عن مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يا ربي.
فيعود نفقا فاي بالمذلول واذره رجل
الأشياء. فقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وكرم الرحمائنا. اللهم صل وسلم وبارك على Thank you.
Allah.
Thank you.
اللهم اغفر لنا ولأبنائنا ولأولادنا ولمسيحنا والأمين وبركة علينا ولبلاد الأرض الفارسة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أما إنك مجيب الدعوة وقضي الحاجة فاغفر ذنوبنا وقضي يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العالمين سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله يا الله يا الله يا الله اقبل الفاتحه وسير الفاتحه والنور الفاتحه وتجاه المنبوذ والليل الفاتحه ببركات جيدة ورسائل الوسيلة إليه لمن تبين من الفاتحة صلى الله عليه وسلم. افطرنا وأهلينا وبلونينا وجمعتنا ومن حولنا أبواب خير وبلونينا وسط الخير وسط من عند الصلاة والخير واحرقنا مع الغفاء الخير وأهل السلم سخر والخير وعمل وعملنا وعملك لأهل الصبر والصبر لبلد الرحيم واحسبنا وذل مع زمرتي الشرك والغرب والقبر والخير إلى ما وليه مدير الموت بشهود وصدق بفضل بخير وبدعوة كل سائر وسري والمؤلفة والخير اللهم اعلمنا المر على الخير للخير وعملنا على الخير ويسرنا للخير وخطرنا للخير وعبدنا للخير وفقهنا على الخير وسرنا للخير واحفظنا بك يا الله يا الله يا الله بالمحف والامر والمغفره والخير انك على كل شيء قدير وباجابه الدعوه لسائر الجليل وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق بصري ونور سوره الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم dimudahkan segala urusan duniawi wal akhirah
insya Allah ala kita menerima asyafat Allah Rasulullah sallallahu wasallam bi husnul khatimah bi husnul khatimah bi husnul khatimah. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Para sepuh dan para kiai segenap jemaah berjamaah muslimin muslimat, kami mohon untuk tetap berada di tempat yang hibah ya, untuk berawat tanah bersama-sama insya Allah tetap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you.
Thank you.